السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الشاشات الاندرويد. الفيديو ده خاص بتغيير السيم عن طريق تطبيق سيمي لموديلات تي اس 7 تي اس 3 ال تي اس 10 تي اس 18. الاربع موديلات دول بيشتغلوا عن طريق تطبيق سيمي اللي هو بنفس المنظر ده كده. اغلب الشاشات هتلاقي هنا فيه 3 موديلات للاختيار لواجهة السيم المستعملة في الشكل الخارجي هنا. في حالة ان انت عايز تزود فبتضطر ان انت تلاقي الاغلب بتكلفة، مفيش مجاني، تمام؟ فالحل بخطوات بسيطة. أول حاجة أتأكد إن الواي فاي عندي مقفول، هلاقي متاح عندي تحت الفيديو في الديسكريب في الوصف 4 لينكات، كل لينك منهم خاص بسيم مجاني، تمام؟ هفتح اللينكات دي وأعمل داونلود وأنزل الملفات وأحملها على USB وأركب USB في الشاشة، تمام؟ هدخل على اليو اس بي عن طريق فايل مانجر، تطبيق فايل مانجر اللي هو المنظر وكده، تمام؟ اضغط عليه تكه هيفتح معاك، اضغط على اليو اس بي. دول الاربع ملفات اللي انت حملتهم من على اللينكات اللي انا سايبها متاحه اسفل الفيديو، تمام؟ هتعلم عليهم كده، هتاخد نسخ كوبي، هتخش على الفلاش او الذاكره الداخليه للشاشه، هتلاقي فولدر عندك اسمه سيمي، خش عليه اعمل نسخ كده. خلاص دور الفلاشة خلص، شيل الفلاشة. نرجع تاني لتطبيق سيم، اتأكد برضو ان عندك الواي فاي مغلق، مفيش واي فاي فوق. ارجع لتطبيق سيمي، ادخل هنا هتلاقي لسه ما ظهروش. هتلاقي في علامة ترس هنا فوق، تكة مطول عليها مكتوب لي هنا يو ديسك امبورت، اضغط عليها. هتلاقي متاح قدامي هنا شكل سيميزات جديدة، تمام؟ هبتدي اختار ما بينهم، وليكن اول واحد هضغط علامة المربع كده نورت ازرق، بعدين اضغط استيراد، تمام؟ طبعا الواي فاي مقفول، ظهر عندي ده السيم الجديد، تمام؟ وهكذا. افرض انا عايز انزل السيم اللي بعد منه ونزل عندي هنا، فتحت الواي فاي خلاص مفيش مشكله، السيم مش هيروح. افرض انا عايز اغير السيم للسيم التاني اللي انا حاطه على الذاكره الداخليه للجهاز، هضطر ان انا اضغط هنا كده، اضغط كلير داتا، اوكي. كده تطبيق سيمي هيرجع للوضع الطبيعي بتاعه اللي كان قبل اللي احنا عملناه، تمام؟ ادخل عليه تاني اجري، اضغط هنا هتلاقي السيميزات اختفت، تكه مطوله ظهر معايا يو اس امبورت، تمام؟ اختار السيم اللي بعده، اضغط امبورت، ظهر لي سيم تاني خالص، تمام؟ وهكذا. اضغط سيمي امبورت، هتلاقي الاتنين موجودين، اعمل كلير داتا، اوكي. خش على تطبيق سيمي تاني، تكه هنا وتكه مطوله يو ديسك امبورت، اختار السيم اللي بعده اللي هو ده، اضغط استيراد، تمام؟ غير لي الواجهه خالص. طبعا الشكل الداخلي بيتغير اللي هو بتاع الايقونات. ارجع تاني لتطبيق سيمي، اختار العلامه اللي هي داونلود دي، تكه مطوله هنا يو ديسك امبورت، ما عملناش كلير. عشان اقدر اعمل سويتش بين ملف وملف لازم اعمل كلير للداتا اللي هي عباره عن تكه هنا كلير داتا، اوكي. تطبيق سيمي تاني اجري، تك هنا تك مطوله يو ديسك امبورت، ارفع لفوق هتلاقي فيه السيم الرابع بتاعنا امبورت، تمام؟ الشكل اتغير، تمام؟ طب السيميزات اللي انا عاملها هنا ديت كلير داتا تاني، اجري تك مطوله يو ديسك. السيميزات دولت 1 2 3 بيدعموا الوضع الليلي والنهاري، بمعنى السيم الصبح بيبقى لونه ابيض، بالليل بيبقى السيم الصبح بيبقى لونه اسود، بالليل بيبقى لونه ابيض، تمام؟ او العكس زي ما انت عايز، تقدر تتحكم في الحته دي. وليكن اخترت السيم ده امبورت، غير لي الواجهه. لو ضغطت على تطبيق سيمي من هنا وضغطت هنا وضغطت بلوج ان، هتلاقي في حاجه اسمها بوت مود، تمام؟ تك عليها
تختار مانوالي اللي هو اقدر اعمل تحكم يدوي في التبديل بين الوضع النهاري والوضع الليلي. تك هنا كده اختار ديفولت ده الوضع النهاري، نايت اللي هو الوضع الليلي. اخترت الوضع الليلي، اعمل باك، السيم شكله اتغير. لو رجعت تاني هنا بلوجين، اخترت الوضع النهاري، السيم فتح اضاءة ابيض، تمام. وهكذا في الثلاث سيمات اللي احنا قلنا عليهم. السيم الرابع لا، ما بيدعمش الوضع النهاري والوضع الليلي. الوضع النهاري والوضع الليلي بتقدر تتحكم فيهم عن طريق اللي هو البلوج ان بوت مود، ممكن تخليهم يشتغلوا اوتوماتيك مع شروق الشمس وغيابها. ممكن تقدر تتحكم في التوقيت من وقت كذا لوقت كذا، يبتدي يشغل لي النايت مود اللي هو الإضاءة السمراء، تمام. ممكن أعمل يدوي مانوالي اللي هو أول اختيار، وأضغط هنا النايت اللي هو السيم الدارك أو الأسود. الديفولت أو الأساسي اللي هو السيم الأبيض، تمام. بس واخرج كده خلاص. يبقى انا كده اهم معلومتين عندي، ان انا عشان اغير لازم ابدل اعمل سويتش بين السيمزات عن طريق ان انا اعمل كلير داتا اولا، تمام. طبعا انا مش مركب يو اس بي، انا خلاص واخد كوبي من الملفات على الذاكره الداخليه للشاشه. السيم هنا تلاقيه برضو بتعمل عليه تيست، بتاكد ان هو شغال على كل حاجه، شغال معاك على الراديو، شغال معاك على الميوزك، على المابس شغال. طبعا المابس بتختار المابس من هنا، بيتبرمج ان هو يفتح لك برنامج تلقائي. عندك البلوتوث الايقونه بتفتح معاك، الفيديو كذلك شغال. عندك الايقونة بتاعت الويزر ده اللي هو الطقس، بس دي بتشتغل عن طريق ان لازم تديله نت، تمام. واي فاي، افتح الواي فاي. الابليكيشن بتاع الويزر فين؟ مش متاح عندي موجود عندي ابليكيشن الويزر اللي هو خاص بالطقس. لو رجعت كده هتلاقي الطقس اشتغل معايا وحدد لي المكان اللي احنا موجودين فيه، تمام. لو ما عنديش ابلكيشن التوكس ممكن اخش على تطبيق دوفان، هسيب لك لينك اسفل الفيديو لتطبيق دوفان برضو لو عايز تنزله عندك على الشاشه. هو عباره عن متجر موازي لمتجر جوجل بلاي، متاح داخله اغلب التطبيقات الخاصه بالشاشات الاندرويد اللي هي خاصه بتي 7 تي 3 ال تي 10 تي 18. هتلاقي مثلا عليه برنامج الكار بلاي، هتلاقي عليه برنامج الويزر لو انت عايز تعمله داونلود، هتلاقي عليه اللانشر اللي هو السيمي اللي احنا شغالين بيه، هتلاقي عليه جي بي اس تيست، نتفليكس، هتلاقي عليه يوتيوب، هتلاقي عليه سبوتيفاي، جوجل مابس. وده بيشتغل طبعا من غير اكونت، يعني انت مش محتاج تعمل اكونت زي الجيميل عشان تقدر تشتغل عليه، لا هو بيشتغل اوتوماتيك تلقائي. وده كان طريقه تغيير خمس سيمزات، يعني كده الاساسي معايا ثلاثه سيم اللي هم كانوا في الجهاز، واربعه احنا ضفناهم عن طريق مدخل اليو اس بي، بس بقدر اعمل تبديل ما بينهم عن طريق الكلير داتا. يبقى انا كده معايا سبع سيم على الجهاز، بس بتتبع نفس الخطوات عشان اقدر ابدل ما بينهم. ده غير ان في 3 سيم اصلا من داخلهم بيشتغلوا معاك وضع نهاري ووضع ليلي، تمام. شكرا.